أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحد. روح حتى موقع رم الإعلام ما كيتحقرش علاش يكون موقع يكون غير صغير وكيكون حيت ما بقاش الموقع شحال فيه مليون ولا جوج المليون ولا ثلاثة المليون كيكون موقع فيه غير 500 ولا 1000 ديال البشر ولكن اللي كتدخل تشوف الموقع كتكون كثير الناس كثار. أنا داك الحفل اللي ركشتو كان حفل الحمد لله ناجح 100% كاع وعجبتني هذا الحيط كان ديال الله داز المهرجان ديال جواره وقلت له عطيني شي كلمه وقلت لك اودي راه ما جابوناش مهرجان جابنا مرجان بحال شي اغنيه ياك هادشي اللي قال لي الباشير وتقدر تكون بيان سير. المهم حنا انا صراحه انا يا فرحان بزاف علاش حتى السنه عندي مهرجانات كثار هذا العام وباش تلاقى مع الجمهور وباش تشوف الجمهور كل في كل المدينه ديال المغرب ماشي سهله باش كعرف باش يشوفوا يسمعوا الجديد ديالنا وتعرفوا اكثر على الجمهور يتعرف لك اللي ما يعرفش كاع موس ماهر كل راه سي نورمال كاين الناس اللي ما كتعرفش موس ماهر كاين اللي يعرف مغني اخر كاين اللي يعرف موس ماهر ما يعرفش مغني اخر لكن من كنشوفوا الجمهور وكنت ديما كتواصلوا معاه كتكون كيكون داك التواصل كيتبعوا من الجديد ديالك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. الله يبارك.